عندنا تواصل مع الزملاء الصحفيين اللي حضروا النهارده جلسه حواريه كانت مهمه جدا للجنه المنظمه المحليه مع رابطه مشجعي الاهلي ومع الزملاء الصحفيين والنقاد الرياضيين. وحتى احنا بنشكر الاستاذ اسامه السويسي ان هو مدينا ببعض التفاصيل النهارده من خلال احاديث مهمه جدا للاستاذ حسن ربيع الكواري المدير التنفيذي للشؤون التجاريه والتسويق والاتصال في اللجنه المنظمه المحليه. النهارده اتكلم في نقاط مهمه جدا ليها علاقه ازاي هينظموا الحدث ده، ازاي هيسهلوا حضور الجماهير. والنهارده منصه فيفا بالمناسبه فتحت حجز التذاكر لكافه الجماهير، ومعلوماتي ان الحجز التذاكر بالنسبه لجمهور الاهلي اللي كان متاح النهارده نفد بالكامل، ودي دفعات لغايه ميعاد المباراه باذن الله يوم 14 ديسمبر. نطلع نشوف الاستاذ حسن ربيع الكواري في جلسه حواريه مع الاعلام ومع رابطه مشجعي الاهلي في قطر، ابرز تصريحاته النهارده في التحضير لاستضافه الاهلي وجمهور الاهلي الشهر المقبل في الدوحه. نتابع. لا يوجد اماكن لبيع التذاكر في الملعب، الملعب اللي موجود لما تشوف مكتوب لمساعده التذاكر هو ريزولوشن سنتر لحل المشاكل. انا حامل تذكره وعندي تذكره على تطبيقي، ولاي سبب إن كان صارت لي اشكاليه تقنيه. تروح عند الشباب هناك بيقول لك والله انا اقدر احل لك اياها، اقدر اساعدك احمل لك. هو ما راح يبيع لك تذكره الا ما عنده تذاكر. الموجودين او الاكشاك اللي موجوده هناك فقط لحل والمساعده لحاملي التذاكر اذا كان عنده اشكاليه فقط يعني. فهاي بعد واحده من التوصيات المهمه ان لم يكن هناك اي مكان يبيع تذاكر الا في حاله، واحنا قاعدين نتكلم الا في حاله تم الاعلان عن ذلك، لكن حاليا انت ما عندك موجود. وطبعا 100% ما راح يكون اي بيع للتذاكر عند الملاعب. هذه يعني النقطه توقفت من فتره طويله لمشاكلها العديده اللي قاعد تسببها. نقطة مهمة جدا كان لازم النهاردة نوضحها لكل السادة المشاهدين، التذاكر اللي هتقدر تحجزها وتحصل عليها إلكترونية من منصة الفيفا دي التذاكر اللي هتدخل بها المباراة. هل حد يتوقع أن ممكن تكون في تذاكر بتتباع من خلال الأكشاك اللي هتتعمل في ملعب 974 أو في استاد لوسيل؟ لا. الأستاذ حسن ربيع الكواري المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية أكد أن الأكشاك اللي هتكون موجودة في الملاعب دي لمسألة تسهيل دخول الجماهير. حاجة تانية، كانت رابطة المشجعين بتحاول في التواصل مع اللجنة المنظمة المحلية وأيضا الاتحاد الدولي ومن خلال النادي الأهلي أن يتم منح جمهور الأهلي الدرجة الثالثة شمال كأيقونة لجماهير الأهلي عشان التشجيع والدخلات وكل التفاصيل. طبعا احنا عارفين نظام الحجز التذاكر بالنسبة للفيفا ما بيعملش تخصص أو تخصيص نسب أو أماكن معينة في الملعب، هو بيفتح المدرجات كلها للجماهير. ولكن حسب معلوماتي وحسب اتصالات اللجنه المنظمه المحليه مع الاتحاد الدولي، قدر الامكان هيكون في مساحه مخصصه بمساحه كبيره ان شاء الله في الدرجه الثالثه شمال لجماهير النادي الاهلي عشان تبقى ايقونه التشجيع من الثالثه شمال في كل مدرجات استاد 974 لتشجيع الاهلي في مباراه كاس التحدي، بطوله قاريه جديده بتنتظر الاهلي باذن الله في 14 ديسمبر المقبل. الواحد جسمه بيقشعر كل ما بيتكلم على الاحداث العالميه الكبيره دي، وبينتظرنا بإذن الله حدث كبير جدا في قطر الفترة اللي جاية. وهنا في الترند يوميا بنحاول كل يوم يكون عندنا خبر جديد ومعلومة جديدة عشان نعيش الأجواء والحدث الاستثنائي بإذن الله في الفترة اللي جاية.